بحبكم بعشقكم. ايه شو نزلتي انا سيريس تظبطها؟ اوكي يا ما قدرت اقرا. بليز ابعثوا لي بالراحه يعني مشان اقرا كل رسائلكم. بليز ما بعرف اذا رح ارجع ولا لا، لسه ما قالوا لي شيء. ان شاء الله باخر برايم. اذا ما رجعت هلا اكيد لازم اروح ارتاح، اكيد بتحبوا راحتي اولى من اي شيء. وباخر برايم اكيد رح ارجع حتى انا اشتقت لكم. هاي بعرف انه ايهاب اشتاق لي بالراحه. بليز وحشيني قوي. لازم ترجعي شوي شوي. سمعي مغنية تركي، مغني تركي اعجب فيني. هو انا كمان بموت بالاتراك. خلاص راح اتذوب عشان ازاي بالكوريين. اي بحب الاتراك وبحب الكوريين، بحب كل شيء. حتى انا اشتقت له. اذا بدك غني فيه ارتاح. طيب مين هذا المغني التركي اللي اعجب فيني؟ شرفت الجزائر، الجزائر كلها على راسي والعرب كلهم على راسي اكيد. اكاديمية مملة؟ لا كلهم مهضومين، لا تقولوا هيك. سهيلة كورية بيحموك. عباس حزين. ها اي اكيد اكيد ايهاب، حتى انا توحشته وكل ما نسمع اغنيته هون نقعد نبكي بزاف. توحشته توحشتهم كامل. بوسعادة، اهل بوسعادة، اهلي بوسعادة. انا بوسعادية. ايه نايلية يعني في حالهم اهلك او هن؟ لا يعني انا من بوسعادة. ان شاء الله رح ارجع. ارجمي. انا كمان بحبكم اهل العراق. ما علي اتس اوكي اذا شايفني هيك عباس. بس سطيف وناس سطيف. نحبكم. مسيلة وليت مسيلة. ما بليز ما فيني اقرا هيك رسائل عن جد يعني. ايه اكيد ايهاب بحبه كتير. ايهاب على عيني وراسي، صديقي ورفيقي وكل شيء. ناس عنابة فلسطين. انا يمكن اذا ارتحت ان شاء الله ورحت على الجزائر ان شاء الله بعمل زياره لاختي سكينه بالمغرب، وروح لاهل ايهاب ان شاء الله، لانه ام ايهاب وماما كتير رفقات وبيحكوا دائما مع بعض، وام انيس فراح زورهم اكيد. ام ايهاب اتصلت اطمنت عليك؟ اتصلت. ايه كتير كتير مهضوم. بنحبك في السعودية احنا، وانا تاني نحبكم بزاف بزاف. دينا نوميني. ايه عرفت انه نوميني، وان شاء الله ان شاء الله الكل يرجع. يعني ما في حدا يستاهل انه يطلع من هاي الاكاديمية. وانا بحب المغرب. ما يعني اذا فيني ارجع للاكاديميه يا ريت، بس ما بعرف شو راح يصير. سهى العميره خليتينا فراغ كبير. اقتش نرجع الجزائر والله لسه مازالني ليك. شوفوا شاني حاطه. اني نتعود باش نوقف ونمشي ان شاء الله. اول ما نكون عند الفيزيو نبقى يعني نبقى مده كبيره، وانه قاعده مثل هيك فيني سافر، لانه هلا ما فيني سافر. بس ارتاح راح اجي وراح اقول لكم اكيد قبل بيوم انه راح اسافر. وهي علاج فيزيائي عندك؟ علاج فيزيائي كمان. تحيه من سهيله من المستشفى بلبنان لكل الفانز. ما تسموا حالكم فانز، ليكو انتم رفقاتي. بس اطلع راح اصير اتواصل معكم دائما. اوكي كثير حلو، لانه نصحته انه ايهاب يرجع مع صديقته. ما بعرف ما لازم يفترقوا عن بعض. حكينا في هذا الموضوع وان شاء الله يكون سمع مني. بسكرة، اهل بسكرة، اهل بسكرة كمان يعني منطقة قريبة من بوسعادة، كلهم من الجزائر. انا وفاء من المغرب. لا تبكي وفاء. ان شاء الله بحاول انه اتواصل معك. ايهاب نقول حاجة لايهاب، قل له ما تزعفش، كل الفانز تاعي واقفين معاك، وانا شخصيا رح نوقف معاك ورح ندعمك.
يا الله ما فيني اقراها. ايه بقدر امشي بس شوي مش كتير. فرجيكم هلا انه فيني امشي. يلا انا بقرا يا رب سنة بترجع سنة بالحق نسهر سوا غني سوا ونضل ايد بايد خلينا مع بعض. اذا انكسر ظهري ظهري انتو السبب عن جد. يلا انا بمشي شوي مش كتير 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 ليكم بس فيني يعني قوم باخد شي اللي بدي اياه. يعني اليوم تحسنت كتير 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 بس بمشي بلبس الاشياء تبعي لحالي اني محتاجه لا اي حدا خاصه هاي اللي بعد. ما تمشي خلاص خلاص هلا نرجع. يلا احدنا عندي شفتوا كيف عم بمشي؟ ان شاء الله رح نرجع. ايه انا رح اتهلى في روحي ليكم شوفوا كيفاش انا ليكم وضعي كيف طالع كثير بشع. سوري بدك لا عادي عادي عادي. هي وصلت 100,000 شو متابعة تويتر. صار عندك 100,000 على تويتر عن جد؟ عن جد؟ بدي جن هلا سائلة الفلسطينية اكيد رح ياخذ الكام. اكيد كان هدفي اني وحد كل المغرب العربي وما كان بدي مشاكل بانه وهم يعني ايهاب وحنان وسكينة حببوني كثير 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 في المغرب مع اني كنت بحبها بس حبيتها اكثر. فان شاء الله واحد ومن احسن انه نتوحد احنا كلنا عرب بالاخر وضلنا ايد واحده. عادي ليكو كلهم اي حدا بده يحكي اي شيء براحته المهم انه انا ارتاح. هيدا الشيء اللي بيهمني هلا وكلهم مناح. يمكن اذا حكوا شيء مش منيح او هيك فيمكن بيكون زعلان او يمكن يكون غلطانه معه في شيء او اي شيء مثل هيك ف وعندهم اكيد ضغط كبير وكل شيء هيك فلا يعني لا تاخذوا اي كلام بيقولوه. انا ريم من صحراء المغرب موت فيكم. انا موت فيك بزاف يا ريم. مسيلة نحبكم بزاف. ان شاء الله كنجي اكيد رح نجي المسيلة ولايتي وبلادي ان شاء الله نلقاكم كامل. بس ما جبوب بتوحشني. ايه كتير حلو انه اعترفت. عباس نقول له شد حالك واشتغل مليح وكلهم كلهم كلهم هكا وبالاخص بالاخص ايهاب وانيس ونسيم حنان نقول لهم تهلاو في روحكم مليح وانا راح نتهلا فيكم من برا. سوق هراس بلادي هون. انا اللي بحاجتكم بحاجه دعواتكم. انا اللي حاليا انا اللي محتاجتكم. لا عادي انا اللي محتاجتكم وحابه انكم تدعوا لي بالشفاء العاجل ان شاء الله يا رب. وانا اصلا شفيت كما نقولوا كرمالكم ولا جالكم ولا خاطركم. ان شاء الله راح ارجع يا الحمد لله انا كثير مليحه فلسطينيه وافتخر واللي مش عاجبه الحال ينتحر. لا إيهاب ما رجع لصديقته. ليه عادي إذا رجع ولا ما رجع القرار يرجع لإله بس هو دايما بيضل صديقي ورفيقي وأخوي اللي ما رح أتخلى عنه. يعني مش بس الأكاديمي اللي جمعتنا وبرا الأكاديمي أكيد رح نلتقى بعض ومثل ما قلت لكم أنا رح على أهله.
قولي ايه وخابة ترجعي انت اخذتي اللقب بالنسبة لنا حباب المغاربة رندا 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 الحمد لله حكمت اسمك حنان ايه عارفة انه بتحبنا كتير هيدا الاسم تبع الشخص اذا هو مش كاتبه يعني هيدا ايه دايب. قول كلمة رفيال رفيال انه انت دايما كنت صديقي واخوي ودايما كنت بتفهم علي مع انه بغلط كتير يعني معك وبغلط معك بس باشياء خفيفة هيك بقول لك انه بحبك كتير 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 والجزائر كلها بتحبك كتير ومرسي لانك وقفت معي كتير مرسي ايهاب حتى انا توحشت واقسم بالله كل يوم بقعد ببكي على رفقاتي ساهو بنت المغرب اكيد السعودية انتم هون بعيني بحبكم كتير وعلي حببني في السعودية اكثر ساهو بنت مصر ساهو بنت الكل رندا عمري انا مستغانم اكيد كلهم كل الجزائر بحبها ساهو بنت المغرب من فرنسا اهلين وسهلين باهل فرنسا غني لإيهاب يلي قلبي فين يديك حن شوي الله يخليك مش حافظة الاغنية وتعبانة كتير نفس نقولي اسمي ولا شو اسمه ولا ولا حبيبتي ولا يا ريت ترجعي للاكاديميه حتى انا توحشت ساهو نحبك كوكو بحبك انا كل شيء حبك هذا حبيبي احبك كلش انا احب العراق كمان احبها ساره وكوكو بحبكم بزاف العراقي احبكم هواي احبكم هواي وي اخت عباس كثير بحبها كثير مهضومه بتبعت لي هدايا وبتسال عني دائما علي الكوفي علي الولح فيها سوري لا تاخذوني لانه هاد كثير ضيق علي وضيق لي نفسي وتعبانه كثير كثير ناس مسيله بحبهم كثير اكيد يعني ولايتي وبلدي مستحيل ما بحبها ليكي شو صاير هون تويتر ما قدرت اقرا بتعرفي انه يا عم بيجوا عم بيكذبوا انت فخلينا شرف لينا انتوا اللي خليتوني يصير هيك يعني صراحه انا بلاكم وبلا هذا الكلام والله ما كنت مرام وابراهيم مرام الراشحي وابراهيم بيبعتوا لي دائما ان شاء الله اول ما نخرج رح نشوف شحال تحبوني رح تشوفوا شحال بنحبكم انا كمان انت وحشتك ما بيصير يضيع ايهاب بن دوني مستحيل يضيع انا اصلا معه حتى وانا مش بالاكاديمي فايزاء منبو سعاده بنت بلادي وبنت عرشي مرحبا بيك نورتي السعوديه كتير لا ما مش انسحبت بس ما فيني يعني انا هلا بقعد شهر او اكثر هيك يعني حاطه هيدا الشيء ولحتى كرسي هذا اكيد راح نجي لعنابه اكيد كنت في عنابه قبل ما اجي الاستراكاني واكيد راح ارجع اجي عنابه بزاف شابه الكرسي هاد حطته ما فيني يعني فوت بيه على الاكاديمي وحتى انا اصلا تعبانه يعني لو رجعت راح اطلع نومي من اول اسبوع وراح فل لانه كتير تعبانه ومن شان صحتي ف برتاح احسن وبشتغل على حالي وفي اخر برايم ان شاء الله راح تشوفوني انتي اميره الاكاديمي وانتم تاج راسي العراق كلها مع احبكم هواي اهل العراق واهل تلمسان ولاد بلادي سوها راح ترجع اخر اسبوع ويه اكيد راح ارجع رزان نحبك بزاف احب العراق نحب العراق وهواي توحشتك بزاف اكاديمي صمتت بلا بيقو استاكم بيقول ما تعرف
ايه ان شاء الله، يا ريت لي شرف اني اشوف احبابي واخواتي. والله هايدي اشتغلت لك كثير، هايدي ام الاكاديميه، اكيد رح ارجع. سطيف تحية سطيف، اكيد وعدينا تسوي بيريسكوب لك بس تطلع. ايه جماعة عجبني. ايه كتير عجبني، البارح كنت عم بحكي مع اللي قاعدين معي هون انه رح اعمل واحد وبصير كل ليلة بلعب معكم، وكل ليلة يعني او بعمل اليوم بالاسبوع هاد اذا كنت مشغول عليكم، لانه ما بدي اكون مشغول عليكم ولا رح ان شاء الله اشغل عليكم. بقعد نلعب سوا، بعرفكم على اهلي على بيتنا على كل شيء، لانكم صراحة كتير 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 انا ما بسوى بدونكم عن جد. أنيس وحنان وعلي دايما بيذكروني. غني نايلية. قادر يا قادر والشيخ عبد القادر ورجال حضرة، يا مريض ماني قادر داويني نبرة. شو صاير؟ تويتر. قولي ثناء. ثناء ثناء سوري مش عم بتجاهل في شي، بس بس كثير يعني كثير سريعين عم لح. علمك جزائري؟ اوكي رح علمك. واش خو صافا لاباس. اكيد دعموها حنان، حنان بعتبرها بنت بلادي ومن اول يوم حبيته وهي عارفه هيدا الشيء قبل ما نفوت على الاكاديميه، فبليز دعموها وبدنا اللقب. يعني انا مش عنصريه او هيك، ما تفكروا مثل هيك، بس عن جد المغرب العربي يستاهل. ولا مره وصلنا للفاينل ولا مره اخذنا اللقب هي، فان شاء الله هاي السنه يكون لقب مغاربي. ودعموا حنا وايهاب ونسيم وانيس والكل. شويه علمني شوي مغاربي صح. ايهاب علمته، صار بيحكي جزائري اكثر. مرام وابراهيم نحبكم. ابتسام من عنابة اشتقت لكم كثير. عن جد كثير حلو. سهى لازم تجي على فلسطين ان شاء الله، يعني لي الشرف انه ادعس على هالارض اللي كتير مقدسة بالنسبة إلي، وكتير كتير 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 العالم كله بيحبها وشاهد على هيدا الشيء، إنه فلسطين تكرمت من قبل السفارة الفلسطينية بالجزائر، وكان عندي شال بالأكاديمية كنت حاطته فيه علم فلسطين، هذا هو اللي يعني بالسفارة قدمت لي إياه. كتير بحب فلسطين. واردة من السعودية، وأنا كمان نسرين بحبك كتير 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 يا نسرين. لايكو شو قاعدة عم بعمل، بكتب اسمي ساهو. من كتر الملل صايرة بكتب، عاملة تاتو لايكو ساهو. هلا راح اكتب كل اساميكم هون اكيد. ليش لحتى يكرهني ايهاب او هيك؟ اكيد يحبني ايهاب وعاملني مثل صديقته واخته. حتى انا اشتقت لهم كلياتهم. غادة شروق من السعودية، كتير كتير انا بحب هدول الاشياء. تالا احبك سهر. كلمة لعلي وفانز علي، فانز علي على عيني وراسي، وطلبت منهم مرة تيشيرت وبعتولي، وناس كتير محترمين بحبهم كتير، وكتبت كل الفانزات اللي بعتولي الكادويات وهيك، وبس للأسف ما لحقت انه اقراها. ان شاء الله راح تعرفوا القصه كيف حتى وقعت وراحين ترتاحوا. نسرين من وهران. المهم انه علي نحبه كثير، ووصلني انه مشتاق لي كثير 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 كثير، والفانز تبعه دائما بيبعثوا لي بيسالوا عني في التليفون، وكل يعني من كل الوطن العربي ومن خارج الوطن العربي كمان بيبعثوا لي بيسالوا عني، خاصه فانز علي. يعني عن جد من اليمن، سهيلة من اليمن اهي متشرفين، وانا سهيلة من الجزائر. قالوا لي فرجيكي شيء لفرجيكي. اكيد انا راح ابقى على طول مع ايهاب، وراح تشوفوا هيدا الشيء. كان حبك يا بنت يا كوري. عم بتشوفي في حدا اسمه ساره
قالت تخلي سهيلة تشوفها سلمي عليها بالشفاء بيبي صغير خلي حد تشوفي سهيلة اسمها سهيلة؟ ليكو في بيبي صغير تاني بيبي اسمه سهيلة مين هاي سارة؟ سارة سارة قالت بعتت رسالة قالت خلي سهيلة تشوفها سلمي عليها وبشفى ان شاء الله بالبركة عليكم يا سارة ويكبر في عزكم ان شاء الله ليكو بيبي اسمه سهيلة ياي رزان وانا نعشقك يا رزان لا تحكوا عن رفقاتي وعباس وهيك لانه لسه ما بتعرفهم بتعرفهم منيح انا بعرفهم كثير منيح ما في ولا حدا منافق او هيك شيء اذا حكوا شيء يعني مش حلو يمكن اما الغلط مني او يمكن يكون زعلان او يمكن يكون متضايق من شيء او وعليهم ضغط كبير فلا تاخذوهم على اي كلمه بيقولوها يعني دائما كلهم عندهم عذر كلهم ايش فيني في المستشفى انا مريضه ايش فيكي في المستشفى خالد من اليمن مصر كلها على راسي انا ماني غلطانه انا روعه ان شاء الله ايش فيني لا بس تهور مني وقعت بستاهل هيك منشان اتعلم ما لحقت اقرا رسالة هيك نوال من المغرب سوري اذا ما قريت رسائل انا عم تمرق بسرعه عم تطلع بسرعه كثير بالمانيا المانيا اي روعه لا ما لازم حدا يبقى وحيد وما لازم حدا يبقى حزين واول ما اطلع راح ضلني اتواصل معهم وراح ابعث لهم على التويتر وراح اعمل فيهم مقالب حتى بالتويتر فلا تخاف مرام الابراهيم ايه مره يعزك ايه بعرف تحية اليمن خالد مؤمن تحية كبيرة للشعب اليمن وكانوا عندي رفقات كتير كتير كنت بتواصل معهم يمنيين فكتير كتير كتير طيبين ناس اليمن وعلى فكرة انه رقصنا ورقصكم تقريبا مثل بعض نحبك بالامارات فرح من السودان واهل السودان جمال داخلي وخارجي عم تتمسخر علي لا جمال داخلي ما بعرف انتم تعرفوه وما يعني ما فيني احكم على مش جمال خارجي انا شايفه حالي فلا تكذبوا علي عم بمزح يلا بعد دقيقتين هلا صار بس عندي دقيقتين بقلكم انتبهوا على حالكم وما تزعلوا علي وادعوا لي لانه بفضل دعواتكم اكيد رح ارتاح بسرعه وانتبهوا على حالكم وباي باي من المدينه المنوره بحبك بالدنيا يلا باي باي خليك معك شو؟ لكن وصلت لهم انه دقيقتين وهران ونبكي كل يوم هاي واحدة من وهران بتقولي انه تبكي لا انت عسل ربي ايش فيك مش فعليك ان شاء الله يلا بكرة بجرب اجي كمان عندك بكرة؟ بعمل يلا قول اسمك عادي نانسي ايه كثير حلو خليكي لا انا ماني راح على طول اكيد انا راح بكرة راح اتواصل معكم نانسي بتقولي انه بكره رح تجي لعندي وتخليني احكي معكم ولا تزعلوا كثير وضلكم ادعوا لي قولي 1 2 3 فيفا الجيري 1 2 3 فيفا الجيري ونحبك بزاف الجزائر اكيد بزاف احبك وانا كمان احبك يلا باي باي انتبهوا على حالكم